مشاهدي قناة الساحل تي في، أهلا وسهلا بكم. متابعة لتحضيرات فريق النادي الرياضي البنبلي استعدادا لمباراة ثمن نهائي كأس تونس ضد النجم الرياضي الساحلي، حدث تاريخي، ديربي الساحل كما أطلق عليه هنا في بنبلة. الجميع ينتظر هذا اللقاء، تابعونا في تقرير مفصل لأهم تحضيرات النادي الرياضي البنبلة ومدينة بنبلة لهذا الحدث التاريخي. عرس الساحل تستناو فيه الناس كل. والله صحيح، هي عرس في الساحل. هي من جميع المقابلات نتاع الدور هذا الهام نتاع الكاس عندنا في استاد بنبلة. بنبلة تستقبل معناتها جمعية النجم الرياضي الساحلي. بالنسبه للتيرا والاجواء كيفاش تقيمها انت كمندوب وعندك خبره سنوات طويله في التسيير هذا؟ والله هو كما قلت بحكم الوضعيه نتاع الاسم نتاع الجمعيه، جمعيه كبيره النجم الرياضي الساحلي، كيف كيف وخيل هنا في بنبلة معناتها التحضيرات على قدم وساق باش يكون عرس كما تفضلتوا، عرس بيتم معنى الكلمه، اجواء احتفاليه كبيره تشهدها معناتها المدينه ككل. الواجب نتاعنا باش نحتاطوا ونقوموا بالاحتياطات اللازمه باش تتعدى ان شاء الله المباراه هذه في كنف الروح الرياضيه وتعدى سلامات وبالحق تولي عرس. اللي لاحظته يا مكرم انه السلطة كل مجنده لنجاح المقابلات هذوما الحقيقه، ثم اونتون ثم تفاهم وثم ناس تحب توصل المقابلات هذه لبر الامان. والله هو بالنسبه لمقابله بنبلة والنجم الساحلي تقريبا هي ماهيش مقابله نتاع كره قدم عاديه، هي توا حتى في اذهان الجمهور نتاع النادي الرياضي بنبلي هي مقابله احتفاليه، هي مقابله معناها نتاع عرس كروي ورياضي بين الاشقاء. وتعرف انت جمال نادي بنبلة ولا البنبليه يحبوا النجم الساحلي بطبيعه وفريق الجهه وفريق الواحد. المسؤولين والاطارات الامنيه والجهويه والله بكل صراحه كل واحد نعطيه حقه، متعاونين بصفه كبيره ومتجندين ونقراو في حسابنا الكل كبير كبيرة وصغيرة. إن شاء الله بقدر ربي يكون النجاح في التنظيم والنجاح في السهر على باش نعديو المقابلات هذوما في أحسن الظروف، وإن شاء الله النتيجة تكون طيبة. وتو بقدر ربي تشوفوا شنو نجمو نعملوا في تنظيم المقابلات هذوما إن شاء الله. رئيس النادي الرياضي البنبلي، عرس هذا حظك الكبير أنه جاء في عهدك أنت كرئيس، سناوه البنبلية سنوات. والله صحيح، سناوه البنبلية سنوات، أخويا تعبنا عليه الحقيقة كجوارات كحباك كبنبلية كمنارة زاد وقفوا معنا كجمهور كحياه تهباك، تعبنا عليه الحقيقة تعبنا عليه. وإن شاء الله أخويا نعديوه عرس كروي دربي ساحل نجم نقولوا، فهمتني؟ النتيجة للتواد ولا البنبلة مش مشكل. بالنسبة للتذاكر وعدد الجماهير المسموح بها من 700 إلى 1500، شنو الصحيح من الغالط؟ ويظهر أنه فما يعني سوبليس كمان من الهيئة من السلطة المحلية والجهوية لتسهيل مهمة النادي الرياضي البنبلة. والله صحيح، نشكر واحنا السلطة كرؤساء مناطق كمن ولاية كرؤساء مراكز زادة المعتمدين الكل نشكرهم الكل، شكر جزيل نقول لهم ونعاود شكر. قاعدين يتعاونوا معنا الحقيقه، والرابطه الزاده ما ننساوهاش قاعدين يتعاونوا معنا صحيح، لكن احنا كيما نشوفوا في الاستاد نتاعنا راهو الاستيعاب نتاعو ما يفوتش 1500 الحقيقه، معناها معنا ما نجمو نعملوا حتى شيء. 1500 كي يعطونا 700 تو برلمانو موجود 700، وتو كيما تشوفوا عندنا لجنه موجوده قاعده تقيم في اللي في الموجود، ان شاء الله اخويا نوصلوا شي حتى ل 1250. سعد فتح الشاطي، محب من احباء النادي الرياضي البنبلي، يبدو انه عندكم مباراه مهمه اخر الاسبوع. والله بصراحه مقابله ذات اهميه وعرس كروي قبل كل شيء. عرس كروي قبل كل شيء، الرياضه اخلاق وتربيه قبل كل شيء، ونحبوه عرس كروي بيتم معنى الكلمه، نحبوا الكره التونسيه قبل كل شيء فهمتي، والرياضه نحبها اخلاق. بالنسبه للنادي الرياضي البنبلي مباراه حدث، ومرحبا بالنجم الرياضي الساحلي ولطوال هكي جمعيتنا في عينينا وبنبلة وبنبلة في قلبنا. ان شاء الله نعديو ماتش باهي مع بنبلة ولا لطوال، سي كيف انا مش عنديش حتى مشكل، ومعناه ان شاء الله تعدى بارتي باهي. نفس جمهور بنبلة نفس جمهور لطوال ونفس الغني
فهمني عرس هذايا في بمبلة لا أكثر وما لا فما لا عنف لا فما حد شيء. يا الوليد دير الكوراج والشرف كي تولينا نجمة تزيد ودير الماكسيمال جيلي كي بمبلا جامي ننسى واللي مع هذا حيت ريسكيت جيلي الموتشيت